عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها، مشددا على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة. كما وجه الرئيس السيسي بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية بسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليا في القضاء. عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة، موجها بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى العاصمة الأرمينية يريفان، حيث سيشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات المجالات الرئيسية للتعاون داخل المنظمة، علاوة على المشكلات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث قالت أمانة المنظمة إن الاجتماع سيتناول قضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات التابعة للمنظمة وتدابير تقديم المساعدة لأرمينيا. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا أول دفعة من المروحيات سي كينج إلى جانب المزيد من قذائف المدفعية، موضحا أن المروحيات ستوفر قدرات بحث وإنقاذ هامة، فيما سيتم إرسال 10,000 قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا لتمكينها من تأمين الأراضي التي استعادتها خلال الأسابيع الماضية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في محور دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، فيما لا تزال القوات الروسية تواصل هجومها في هذا المحور، حيث تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوريجيا، بالإضافة إلى إحباط هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك. أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغون عن شعورها بالإحباط إزاء الحكم القضائي الصادر اليوم، والذي يقضي بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية، متعهدة بالبحث عن سبيل ديمقراطي آخر لتحقيق الاستقلال. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم ترانس مصر لإدارة وتشغيل المحطات بميناء الأسكندرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها، مؤكداً أن مصر وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 13 اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويأتي الاجتماع في إطار الجلسات التمهيدية لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية ولمواصلة كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بجلسات واجتماعات اللجان الفرعية استعداداً لانطلاق الجلسات بشكل رسمي وفعلي بمشاركة كل القوى السياسية والخبراء والمختصين. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة أشكال الجرائم التموينية، حيث تمكنت من ضبط 66 طن سلع غذائية تم حجبها عن التداول بالأسواق، وضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية تم حجبها لبيعها في السوق السوداء، وضبط قرابة 53 طن دقيق أبيض غير معلن عن أسعارها، وضبط قرابة 13 طن فول وعدس و25 طن أرز شعير تم حجبهم عن التداول بالأسواق، كما تم ضبط 30 طن أعلاف حيوانية و11 طن أسمدة زراعية مدعومة
تم حجبهم عن التداول بالأسواق، كما تم ضبط أكثر من 34 طن مواد غذائية وقرابة 19 طن لحوم ودواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 80 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.